لازم يروحوا كاع جماعة بدوي كاع تروح ما نحتاجوهمش عندنا ليجان الله يبارك قاريين الله يبارك باغيين وجوه جديدة باغيين وجوه جديدة في البلاد هذا ما كان بن صالح وجماعته أو رافضكم الشعب والشعب ماهوش يتنوفق ولا راهم كاع كيف كيف وراهم كاع متوحدين اليوم وان شاء الله مين في المرحله الانتقاليه ما نزيدوش انشقاقات ونديروا اللي نحبوا والسلام عليكم. باش قلت العصابه هذه راهم خلاو البلاد راهم وقفوا قورنا راهم هلكونا ما سحقوهمش يخرجوا عنا يخطيونا فقرونا هربوا المال لازم الجيش هذا ما يشرفش على المرحلة الانتقالية لازم يرافق فقط يرافق إرادة الشعب لازم يحمي إرادة الشعب هنا نوجه نداء المواطنين لازم الحراك هذا هو اللي ينظم الرئاسيات يتنحوا يروحوا 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 يخطونا هايليهم يخطونا خلاص ما تجيبوا الشيوخ جيبوا لنا اللي جالي فاهمين هما خلاص توزوا وقتهم يروحوا يربوا زيم يروحوا يموتوا